أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. ريماك تطلق أقوى سيارة في العالم. كشفت شركة ريماك النقاب عن سيارتها الكهربائية نوفورا الخارقة، التي تعد السيارة القياسية الأقوى في العالم، حيث تزأر بقوة 1406 كيلووات، أي ما يعادل 1912 حصان. وأوضحت الشركة الكرواتية أنه مع عزم دوران أقصى يبلغ 2360 نيوتن متر، تنطلق السيارة السوبر الرياضية بسرعة قصوى تبلغ 412 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين. وقد تم تحقيق هذه القيمة الخارقة من خلال تركيب محرك كهربائي في كل عجلة مع بطارية سعة 120 كيلووات ساعة تكفي لبلوغ مدى السير 500 كيلومتر.